أثار انتباهي تدخل أحد الأساتذة الذي ألح على أن يلقي كلمة، فشكرا له، خصوصا عندما أثار الفيس ميغيس فيمون أتفكتر أعطيناه. أنا أنت ستغادرنا طبيعة الحال هذا الميدان، ولكن أطلب من السيد الرئيس أن تكون في لجنة الحكماء، لأنك أدليت بدلمك في قضية لا أشاركك فيها الرأي بتاتا، وهو أن مستوى التلاميذ تدنى بشكل ملحوظ. أنت تعرف وأنا أعرف أن نساء ورجال التعليم يبذلون مجهودات جبارة يحترقون. هناك أسباب، عدة أسباب لن أتدخل فيها، ولكن أرجع بالمثال إلى الوراء. ربما تقاسمنا معك بعض الأساتذة في الستينات والسبعينات، فهل تعلم يا أستاذ أن في ذلك الوقت كانت نسبة تندرسية 10%، كانت النخب، وكان الناس اللي هما لاباس عليهم، كانوا الناس اللي هما شيئا ما واحد هما اللي تيديو وليداتهم للمدرسة. وبطبيعة الحال كان تيبان لينا بأن هناك النخب. الآن وزارة التربية الوطنية وسياسة الدولة كاملة، وأنا بطبيعة الحال نقول عليها في هذا اللايف، لماذا؟ أقول لك أن هم وزارتنا هو تعليم التندرس، وما تنقولوا التعليم تنقولوا كل شيء خصو يدخل للمدرسة، خاصة الوالدات في الشوارع خصو يدخلوا للمدرسة، ولكن الجودة فين تتبان؟ الجودة تتبان في النتائج، تتبان في التأهيل، تتبان في الجامعات، تتبان في الأطر العليا. فالمغرب الحمد لله يتوفر على هذه الأطر أكثر بكثير، بل مضاعف مئات المرات على الستينات والسبعينات اللي خرجت فيها. وشكرا.